عبد الحي علي، صباح الفل عليك استاذ محمد صادق، استاذ منى فاروق، وزهره البنفسج، استاذ وليد، استاذ ايهاب شبانه، صباح الخير على حضرتك. برحب بيكم جميعا، معلش بس النت تقيل شويه، سامحوني. استاذ محمد عشري، صباح الخير يا محمد، يا رب تكون كويس وبكل خير ان شاء الله. برحب بيكم جميعا، بفتح والله الرسائل. استاذ ناصر ياسين من البر الغربي من الاقصر، احلى واجمل صباح على حضرتك وعلى اهالينا في الاقصر. 2020 كان مليان مصاعب، يا رب 2021 يكون أحسن وأسعد من سابقه، لكن الأيام والأعوام بتعدي بحلوها ومرها وكله من أعمارنا. أيوة يا رب يكون في الخير دايما. أستاذ عبد الحي علي، صباح الفل والسعادة عليك، يا رب كل أيامنا تكون خير، يا رب كل حاجة في حياتنا تكون حلوة وخير. أستاذة منى، صباح الفل. حضرتك اتصلتي؟ لا، هو بس المداخلات كانت فعلا بعد الموجز، لان انا طلبت منهم اني اقول الاول المقدمه، لانه فاكره كان في مكالمات من اصدقائنا على راسهم حنان، قالت لي قولي المقدمه وطولي عشان تبقى واضحه بالنسبه لي واعرف امسك الموضوع. فحاولت اعمل توازن بين اني اقول المقدمه بوضوح وبين اني اخد تليفونات، فسامحيني دي عندي انا دي. بشكرك جدا. لا، ما اقدرش اقول الكومنت ده، اذا كنا احنا بقى بنقول المعنى الاخر يبقى احنا هنقول المعنى اللي انا حاسس بيه، اسأت ظن في حتة فببني على سوء ظني مواقف. لا والله استاذة منى، احنا بنحترم كل مستمعينا، لكن للفترة تفاصيل كتير جدا، وداخل الاستوديو في تفاصيل كتير جدا جدا بتحصل، مش شرط نقولها طول الوقت على الهوى، لكن تأكدي ان احنا على الشباب والرياضة في الاذاعة المصرية عموما، الوضوح التام في التعامل مع مستمعينا بأعلى قيم الاحترام. والله أستاذ وليد جودة، صباح الفل. 2020 سنة كورونا ومليانة انهيار أخلاقي وجرائم أسرة ومهرجانات، صراع الوعي واللاوعي، سيطرة السوشيال ميديا على الأحداث والعقول، سقوط بعض المرضى النفسيين في حتت كتير والله، مش بس في أماكن محددة. أحلى ما فيه الفاضية، أحلى ما فيه القضية. نحاول، عايز أسمع صباح يا معلم. نحاول والله يا أستاذ وليد، يعني لو معرفناش بس ناخد كل الطلبات سامحونا. أستاذ رجب أبو محمد، صباح الخير على حضرتك، تحية والتقدير لأسرة الفترة، والله بشكرك جدا جدا، يعني تحيتك الجميلة وصلت ووصلت لينا كلنا. صلاح وإيمان نوار، بشكر حضرتك جدا. أوشكت 2020 على الانتهاء، وأنا غير كل الناس، ده الكلام الأستاذ رجب، أنا غير كل الناس. الناس شايفة أن 2020 سنة كبيسة وأحداثها مؤلمة، دي سنة الحياة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. خلينا نبص للجانب الإيجابي، 2020 مليانة بالإنجازات على مستوى الدولة، مصر مليانة إنجازات، أحرزت مصر تقدم ملحوظ على مستوى جميع الأصعدة. كفاية إنه طبقنا برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، دعم قطاع الصحة، حسن إدارة مواجهة فيروس كورونا، دعم قطاع الزراعة، دعم محدودي الدخل من فيروس كورونا، دعم العمالة غير المنتظم، ملف العشوائيات والاستمرار في العمل على ملف العشوائيات، دعم قطاع النقل والسكة الحديد، دعم قطاع السياحة وقرب الانتهاء من المتحف المصري الكبير، الانتهاء من الانتخابات في ظل يعني ظروف كنا ممكن نتعطل كتير، وأخيرا وليس آخرا انتخابات الشيوخ ثم انتخابات البرلمانية. ويا رب تستمر إنجازاتك يا بلادي، ويا رب دايما إلى الأمام يا مصر. ونفسي أسمع أغنية عن مصر، وأنا من الأقصر، ومن الأقصر ليكم التحية والتقدير. السلام عليك يا استاذ رجب، والله العظيم اللي يسمعني كده يفتكر ان انا اللي كاتبه السكريبت، او حد كاتب لنا السكريبت، او معد كاتب لنا سكريبت. استاذ رجب ابو محمد من الاقصر، انا بشكر حضرتك جدا، لان اللي يشوف الخير العام يجيله الخير الخاص. يعني مره كنا بنتكلم عن المدن الجديده واهميه مدن الجيل الرابع، واهميه ان مصر تدخل في مدن الجيل الرابع، فحد بيقول يعني انا هسكن فيها، تلو أنا كمان مش هسكن فيها، لكن أنا أحب تبقى موجودة في بلدي حتى لو أنا مش هسكن فيها، لازم تبقى موجودة.
يمكن في يوم من الايام انت تسكن فيها، يمكن يوم في يوم من الايام ولادك يشتغلوا فيها، يمكن في يوم من الايام الخير اللي فيها يجيلك. يعني الاحساس بالخير العام يجيب لنا كلنا الخير الخاص، بجد والله بجد.